نقدر نكلمكم عن موقع جميل تقدر تشتغلوا عليه عن طريق موبايلكم. رأس مالكم هو الموبايل بس فقط لا غير، وهتقبضوا تاخدوا عمولة بالدولار من أول التسجيل. التسجيل هتاخدوا $25 على التسجيل، بعد كده أي شغل بتاخدوا عليه عمولة بالدولار. حتى لو أحد يعني يدوبك عمل كليك بتاخدوا $1 على الكليك الواحدة. طيب لو عملتوا فيلم عن الموقع وعن سهولة الموقع والتعامل مع الموقع وتجربتنا مع الموقع، برضو بناخد عمولة على الفيديو اللي احنا بنعمله. طيب كمان بناخد ايه كمان؟ الموقع سهل جدا والتسجيل فيه اسهل ما يمكن، زي ما بتسجل في اي حاجة، زي ما بتسجل اول مرة في الفيسبوك، مش بيحتاج اي حاجة، يدوبك الايميل وتعمل باسورد ليك، هتلاقي نفسك دخلت على الموقع. بعد كده هو على طول بيروح عامل لك صفحة ليك على طول من غير ما تعمل اي حاجة. الصفحة دي بتبين شغلك على الموقع طول اليوم، تمام؟ يعني انت حققت كام، مين عمل لك الريفيلر ومين عمل لك كليك، كله بيبقى واضح في الصفحة بتاعتك عليه. بعد كده لو نزلنا تحت شوية، هنزل شوية، هنلاقي اللينك بيبعت. اول ما بتسجل بيبقى فيه لينك باسمك اللي بيتحسب عليه العمولة، في لينك بتاعك انت شخصيا محدش يقدر يستخدمه غيرك، واللي هيستخدمه هتنزل العمولة ليك انت، تمام؟ اهو هنعمل له كوبي من هنا، هنضغط هنا لحد ما هتبان هنا علامة خضراء، اهو تاني هتبان هنا العلامة الخضراء، تمام. طب اللينك دوا هستعمله فين؟ هستعمله لما اخش على الفيسبوك وابعت لاصحابي او اصدقائي على الفيسبوك او على تويتر او